لمن حمده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وتلاواتنا وصدقاتنا وقيامنا اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين اللهم انظر إلينا في ليلتنا هذه نظرة لا نشقى بعدها أبدا اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم فرج عن أهلنا في اليمن يا رب العالمين وعن أهلنا في سوريا يا رب العالمين وعن أهلنا في غزة وفلسطين وحرر المسجد الأقصى الأسير على رايات الإيمان وصيحات التكبير اللهم بارك في المرابطين في فلسطين ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم واجمع كلمتهم واجعل بأسهم على عدوهم شديد يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم فرج عن أهلنا في ليبيا وعن أهلنا في العراق وعن أهلنا في مصر وعن أهلنا في كل مكان وعن إخواننا في شرق آسيا وفي إفريقيا اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك عمرا مديدا عامرا بالصالحات عامرا بالخيرات عامرا بالحسنات واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم بارك لنا في زوجاتنا وفي أولادنا وفي أرزاقنا وفي أرزاقنا وفي عافيتنا وفي ديننا ودنيانا سألناك يا أكرم من سئل 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 سألناك يا أجود من أعطى سألناك يا أجود من أعطى سألناك يا أجود من أعطى يا حبيب المحبين يا أنيس الذاكرين يا من هو عند قلوب المنكسرين ارحم ضعفنا وفقرنا بين يديك وحاجتنا إليك وقفنا بين يديك سائلين ولمعروفك طالبين ولمعروفك طالبين ولمعروفك طالبين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم لا تصرفنا من ليلتنا هذه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبيوتنا في هذه البلاد من سائر الآفات والأمراض والبلايا اللهم إن لنا إخوة وأخوات كثر سألون الدعاء وأنت أعلم بحوائجهم وإنا يا مولانا لا نملك لهم ولا لأحد من خلقك ضرا ولا نفعا اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم واقض حوائجهم واقض ديونهم وفرج كروبهم كما نسألك يا ربنا أن تفرج عن إخواننا المنكوبين في سجون الظالمين اللهم فرج عنهم يا رب العالمين
اللهم انصر أهل الحق في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم هذه ليلة مباركة من الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، فنسألك فيها قبولا حسنا لنا ولسائر المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أكرم إخواننا وأخواتنا المتصدقين والمتبرعين لإخوانهم في اليمن. اللهم اقبل صدقاتهم واجبر كسرهم وارزقهم رزقا حلالا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله